طلعت تعرف الحكاوي اللي طلعت على الفيحة في خلال فترة الانتقالات، كثيرين قالوا أبو عبد الله سعود الشلهوب قاعد يجتمع مع راموس في مدريد، واللي قال لك أبو عبد الله سعود الشلهوب قاعد مع لاعب برشلونة. صحيح كان في تفكير عندكم لعيبة الأجانب يعني أكبر من كذا؟ أنا كانت عندي معلومة أن كان عندكم لاعب أجنبي كبير جدا وكنتم قريبين منه. شوف والله حنا الإعلام والتواصل الاجتماعي ما خلوا شيء ما قروا في الفيحة، كل اللاعبين وقعنا معهم. ولكن بس ما شاء الله تبارك الله كانوا يطلعون يقولون أي واحد يمر عند الفيحة تفاوضونه ما شاء الله تبارك صراحة الله. صراحة على حنا كنا أي لاعب يطلب المدرب بصراحة بالتفاهم مع القيادة الإدارية نجيب، بالذات المدرب لما يبغى اللاعب اللي يختار نجيبه، ما عندنا مشكله. فكل لاعب اللي موجود معنا بس كنتم تفاوضون الكل يا ابو عبد الله؟ يعني انا لا ما كنا نفاوض. اجيب لك الان نايف هزازي فاوضته؟ ما فاوضنا والله ما فاوضنا. طلع فهد محمد الدهمش اللي هو ما فاوضنا نهائي، فاوضنا ناصر الشمراني. طيب ناصر الشمراني فوضنا عن طريق الهلال وما فوضنا مباشره. دخلتم في مفاوضات عبد الكريم القحطاني رغم علمكم انه الشباب كان مخلص معه؟ القحطاني احنا باغينا من اول حقيقه، بس نحتاج الهلال يفكه. احنا القحطاني لاعب كان في بالنا ومحتاجينه ومحتاج المدرب ومتفاهم مع الهلال عليه، نحتاج اللي يفكه بس حتى شأننا الاخر. ولا دخلنا على نادي بادي معناه ودخلنا عليه نهائيا. طيب خليني ارحب في عوض ال